السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم حول عاصمه بغداد. مثل ما تعرفون في بغداد العاصمه هي محط رحال مسؤولين خارج الدوله العراقيه من دول اقليميه وايضا دول اوروبيه، دائما نزور هي العاصمه. فنشوف العاصمة المفروض أن تكون بأبهى صورة، وأن تكون بغداد هي الأجمل. كل هذه الأسئلة اللي تخص بغداد ومشاريعها، تلكؤ بعض مشاريعها وإنجاز بعض مشاريعها، راح يكون هو محور حلقتنا لهذا اليوم. طلبنا من الإخوان في أمانة بغداد أن يرسلون أحد الشخصيات اللي على اطلاع كامل بقضية المشاريع. فاليوم جاءنا ضيف عزيز على قناة الأيام الفضائية وفي برنامج بخدمتكم، الأستاذ رياض المطيري، مدير إعلام دائرة المشاريع في أمانة بغداد. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ رياض. حياك الله أستاذ حازم، أشكر حضرتك وأشكر قناتكم الوقارة لإتاحتنا الفرصة للتحدث عن أهم المشاريع اللي حاليا تنفذ من قبل الكوادر الهندسيه في اداره المشاريع بامانه بغداد. احسنتم، شكرا جزيلا، شكرا لحضورك. اشكرك. شكرا لجهودكم. ان شاء الله بالتاكيد اليوم راح نطلع اكثر، او ان كان كمواطن عراقي وساكن في بغداد، انا اعرف شنو هاي المشاريع. نشوف اكو عمل بدا حركه اليات، ودائما المواطن العراقي يحتاج ان يشاهد هذا العمل الدؤوب، أن يكون خلال 24 ساعة كما أوصى دولة رئيس الوزراء الأخ أستاذ محمد شاه السوداني، أن يكون 3 شفتات خلال 24 ساعة فعلا نشوف، لكن أكو بطء. راح أتحدث واي عن هذه التفاصيل. أتكم أطلقتوا مشروع بغداد أجمل، يعني يا ريت المواطن حتى يطلع أكثر على هذا المشروع، مواطن خاصة بغدادي، ناهيك عن المحافظات اللي يزورون بغداد. نعم. اكيد بغداد ليست فقط لهي البغداد، هي لكل العراقيين. فاريد نتعرف على مشروع بغداد اجمل. اكرم شكري لحضرتك استاذ حازم، واحب انوه عن مشروع بغداد اجمل اللي هو اطلق مع سيد دوله رئيس الوزراء المهندس محمد شاع السوداني وبإشراف من معالي أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، مشروع بغداد أجمل. مشروع بغداد أجمل يعني يحتوي على كثير من الفقرات، منها مشروع إكساء 4 ملايين متر مربع. 4 ملايين؟ 4 ملايين متر مربع ضمن حدود العاصمة بغداد. طبعا هذه الأربع ملايين متر مربع موزعة على جانبي الكرخ والرصافة على جميع الدوائر، قواطع الدوائر البلدية يعني مثل ما تعرف. وبنفس الوقت من ضمن مشروع بغداد أجمل اللي هو تطوير الحدائق والمتنزهات اللي هي من أجل ترفيه العوائل، يعني تعرف خلال العطلة الصيفية يعني كثير من المشاريع اللي هي أنجزت، يمكن أغلبية المواطنين يعرفوها، مشروع أبو نؤاس، مشروع متنزه أبو نؤاس، مشروع متنزه كورنيش الكاظمية، كورنيش الأعظمية، بالإضافة والأهم طبعا اللي هو مثل ما تعرفون اللي هو حديقة الأمة، وبنفس الوقت ساحة التحرير. حقيقة يعني هذا الشيء أقل ما يقدمه أمانة بغداد لأهلنا في عاصمتنا الحبيبة بغداد. أحسنت. يعني من 4 ملايين متر مربع ايش قد انجزت لحد الان؟ طبعا ال 4 ملايين متر مربع اتقسمت على قواطع الدوائر البلديه في جانبي الكرخ والرصافه. نجي بدايه مثلا نقول قاطع الكرخ على نطاق بلديه الكاظميه. طبعا بلديه الكاظميه لها اهميه خاصه باعتبار وجود الامامين سلام الله عليهم. هناك شملت ما يقارب ب 200 الف متر مربع. الشوارع اللي انشملت بقاطع بلدية كاظم تقريبا 5 إلى 6 شوارع حاليا جزء من أدها أنجز وجزء من أدها قيد الإنجاز، ولا زالت الأعمال مستمرة أيضا في قاطع بلدية الكاظمية على
وان شاء الله نكون حسن ظن اهلنا في الكاظميه. مثل ما تشوفون هسه حاليا عندنا طريق اللي هو يبدي من جامع براثة، هو ضمن قاطع بلدية الكاظمية لغاية جسر 14 رمضان. هذا المشروع الأول تقريبا نقدر نقول اكتمل ودخل الخدمة، اكساء فقط، قشط واكساء، وأيضا شمل بتوسعة. وهنالك من ضمن الأمور اللي تنفذت بهذا شارع موسى الكاظم أعمال نافورة، يعني ان شاء الله نقول نقدر نقول تليق بهذا الشارع، وكان هو التصميم المتفق عليه سيف الامام علي اللي هو كان موجود هسه حاليا، اي مواطن يقدر يحب يزور المنطقه يشوفها. ومستمره ان شاء الله هاي الشوارع اللي هي ضمن قاطع بلديه الكاظميه، بعد عندنا شارع الصنايع، عندنا شارع العسكريين، بالاضافه الى شارع النادي، و مستمرة وإن شاء الله هسه حاليا على الخطة الاستثمارية درجنا أيضا شارع المحيط اللي هو يبتدي من نزولا من جسر الأئمة إلى نهاية بوابة الكاظمية. طبعا هو هذا الشارع جدا مهم، أيضا إن شاء الله راح نباشر به خلال الأيام القادمة إن شاء الله. هذا أعمال قشط وإكساء، هذا على نطاق بلدية الكاظمية. بالإضافة إلى نفس الموضوع 200 ألف متر مربع على بلدية الشالة، وكذلك بلدية المنصور. بلدية المنصور لها أهمية أيضا، صارت 400 ألف متر مربع، يعني لها صارت دعوتين باعتبار قاطع بلدية المنصور أيضا، يعني نقدر نقول سنتر بغداد وشوارع مهمة، وبنفس الوقت يعني توسعة الشوارع، ومن ضمنها فك الاختناقات المرورية اللي هو أيضا هو هذا المشروع. نسب الانجاز يعني عرفت يعني حاليا احنا نقدر نقول المشروع مشروع بغداد اجمل اطلق ببدايه شهر اذار. اعلن عن معالي امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم بقشط واكساء 4 ملايين متر مربع، لغايه اليوم تقريبا اكثر من اقدر اقول اكثر من 60% نسبه الانجاز خلال هذه الفتره. وانت تعرف يعني هسه احنا حاليا شهر السابع، يعني خلال فترة 4 أشهر عبرنا 60%. جميل. توجيه دولة رئيس الوزراء كان واضح بالعمل ب 24 ساعة متواصلة بدون توقف، حتى في سبيل انه المواطن يحس انه بالاعمال اللي تنفذها الكوادر الهندسية في امانة بغداد. كذلك المشاريع نفسها اللي انطلقت على باقي الدوائر البلدية، بلدية الرشيد، بلدية الدورة، نقدر نقول قطاع الرصافة هسه ايضا، محمودية ضمن محافظة بغداد، وبعدين نعرف حدود عملكم. من ضمن اقدر اقول لك المشروعين الاهم طبعا على قاطع الكرخ، مشروع مداخل العاصمة اللي هو مشروع بغداد بابل، يبدا من مجسر بغداد الكبير لغاية حدود امانة بغداد اللي هي الاقواس. سابقا يعني هسه حاليا الشارع يتراوح ارضه من تقريبا 11 الى 13 متر، الان بالخطه الجديده كل سايد راح يصبح ب 16 متر. ممتاز. وهو هذا الاهم، انت تعرف قضيه الاختناقات المروريه على السايدين طبعا ان شاء الله. هاي الشركات لو امانه بغداد الياتها دعوه للشركات رصينه. راح يعني متعاقده مع دعوات مباشره، دعوات مباشره مع امانه بغداد، بالاضافه الى تطوير الجزرات الوسطيه. طبعا الان حاليا سابقا كان العمل يعني يكتمل تبقى قضيه الاناره، حاليا المشاريع اغلبها اذا كانت في داخل بغداد او مداخل بغداد تم التنسيق مع الاخوه بتوجيه دوله رئيس الوزراء مع الاخوه في دائره وزاره الكهرباء ان تكون اعمال الاناره من ضمن اعمال اللي تنفذها أمانة بغداد. يعني أنا أدخل على الشارع كاملة من ضمنها أعمال الإنارة. سابقا كانت الإنارة تنفذها وزارة الكهرباء، الآن حتى ليكون تأخير بالعمل أمانة بغداد هي اللي مسؤول عن تنفيذ إنارة الشوارع اللي هي راح تنفذ. شنو التنسيق راح يصير؟ هناك لجان مشتركة بين أمانة بغداد ووزارة الكهرباء، بالإضافة إلى مشكورين جهد الأخوة في مديرية المرور العامة في قطاع الكرخ والرصافة، أيضا هنالك تنسيق معهم في سبيل أنه وضع التصاميم الخاصة بالشوارع والإنارة
طريقة الإنارة وتنفيذها بنفس الوقت. الأعمدة ما أعمدة يعني. الأعمدة وديكوراتها وتصميم العمود إذا كان على بالأخص يعني عمود الجزر الوسطية تكون الإنارة مالته على الجانبين بالإضافة إلى الأكتاف. الأكتاف طبعاً أيضا راح يتم تطويرها بالمقرنص وحسب المواصفات الفنية بالإضافة إلى أهمية التشجير. الجزر الوسطية زاداً أكتاف الشارع حتى المواطن يلمس أنه منظر حلو عدى المواطن أنه أنت تعرف يعني بغداد الحمد لله وشكر يعني مفتوحة على الدول الباقية ويجون يشوفون الشوارع يعني العاصمة بغداد ويسمعون بها. فمن يشوفون العاصمة بهذا الشكل حتى يحسون أنه أكو فد شيء يعني يليق بهذه العاصمة. وش قد ما نسوي حقيقة يعني ما نقدر أنه في العاصمة يعني بغداد إن شاء الله. طبعا هو الجهود ونية صادقة إن شاء الله بإنجاز المهام، لكن بعض الأحيان نشوف فعلا ينتج ويقدم شيء جميل مظهر حلو، لكن سرعان ما تشوف مثلا هسه تروح على الحبيبية سويت هاي الإنارة فعلا الوسطية اللي بيها أرداف اثنين إنارة جميلة. قصدك شارع الفلاح وشارع تشوادر؟ أي تشوادر حتى لا الحبيبية باتجاه الملعب هم أكو الحبيبية. الحبيبية باتجاه الملعب خاصة مكانت بطولة غرب آسيا وكذا للشباب. ذاك يوم رحت بالليل عبرت المنطقة هاي شفت أكو إنارة طافية، هاي الزينة ما كاملة. المشكلة مو بالإنجاز، هسه المشكلة بمتابعة المنجز. لا أكيد 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 أكو متابعة بهذا الموضوع. المتابعة مستمرة بكافة التفاصيل من الشارع إلى الجزر الوسطية إلى الأكتاف إلى الإنارة. لأن أنا ما ممكن أني أنفذ مشروع أو أتركه بدون متابعة. تمام. إحنا عندنا فترة صيانة مستمرة، يعني إذا كان مثلا أي خلل في الشارع أو بالإنارة بالإضافة لأنه أعمال التخطيط حسب المواصفات الفنية تأثيث الشارع بالعلامات المرورية والتحذيرية حتى يكون المواطن يعرف هذه الأعمال تنفذها أمانة بغداد. فهذا الموضوع إحنا يعني على نطاق العاصمة بغداد أي مشروع يتنفذ يبقى تحت المتابعة وبنفس الوقت عملية الصيانة مستمرة به. لأن إحنا خلال يعني من 6 أشهر إلى سنة تبقى هذا الموضوع نتابع هذا الموضوع، وين ما يصير أي خلل إحنا نتوجه به إذا كان عن طريق المواطن أو عن طريق اللجان المتواجدة في أي شارع موجود إن شاء الله. هي مسؤولية البلديات في المناطق والرقعة طبعا ضمن قاطع الرقعة الجغرافية لأي بلدية يكون تبليغ بهذا الموضوع وإحنا نتوجه به رأسا إن شاء الله. أستاذ رياض وصلنا للرصاف أخذت الكرخ جانب. لا بقالنا مشروع واحد ما قلنا عليه قاطع الكرخ اللي هو المهم طبعا الناس تسميه طريق التاجي اللي هو بغداد موصل احنا نسميه كتسمية رسمية لأمانة بغداد اللي زار مساء قبل أيام رئيس الوزراء. اي نعم ايضا يعني بتوجيه من دولة رئيس الوزراء ومن نفس الموضوع كان السيد العرض الواحد يعني المواطن شوية حاليا دي يتذمر من هذا الموضوع باعتبار يعني كان يعني من يشوف نفسه يضايق بالازدحام ينزل على الترابي. الآن حاليا تمشي سايدين لكن إن شاء الله مستقبلا راح يصير كل سايد أرضه 16 متر. ممتاز جيد. هذه من جسر الدوار يبدي هذا المشروع لغاية سايلو التاجي اللي هو ضمن حدود العاصمة بغداد اللي هو جهد أمانة بغداد. لكن هنالك مرحلة ثانية باشرت بها محافظة بغداد الجزء المتبقي اللي هو دائما المواطن يتذمر عليه هذا الشارع هيك وهذا الشارع هيك. هنالك تنسيق ما بين أمانة بغداد ما بين محافظة بغداد مع الأخوة أيضا أكرر شكري وتقدير لحضرتهم اللي هم المرور اللي هم يعني دائما متواجدين ويانا ومتعاونين بنفس الوقت. هذا الموضوع يعني إحنا بهذا الجزء اللي هو جزء أمانة بغداد ومحافظة بغداد أيضا مكتملة بالجزء الثاني وإن شاء الله يعني إن شاء الله الأيام الجاية أو الأشهر الجاية يعني المواطن يلمس هذا الشيء والتطور اللي راح نشوفه إن شاء الله. أستاذ رياض حسبت حساب بأنه هذا الجهد وهذا العمل ومن ثم تجي هاي اللوريات ذات الأحمال الكبيرة اللي فوق الطاقة الاستيعابية للشوارع نشوف تغسفات راح تصير وكأنما يا زيت ما غزيت.
فشنو معالجتها؟ أكل هناك شارع بديل؟ والله أنا هذا الموضوع مثل ما هسه أنت شايل هم، أنا هم من الناس أعتبر نفسي مو يعني كمسؤول بأمانة بغداد، أنا هم كنت دائما يعني من خلال الإذاعات من خلال القنوات أناشد، لكن الحمد لله والشكر الآن صار اتفاق بعدم دخوليات الحمل الثقيل، بعدم دخول آليات الحمل الثقيل إلى العاصمة. وحاليا باشرت محافظة بغداد بعمل طريق حولي جيد للشاحنات الحمل الثقيل اللي هي من 5 طن وفوق. يعني أنت تدري إحنا درجات حرارة عالية جدا، فعملية الازدحام بالسيارات وقوف الآليات يعني لو بتلاب فبر يعني الصور حتى الكية اللي المهم أنا عندي وزن 5 يطلع على الطريق الحولي اللي هو تقريبا قبل فترة أيضا لواء جاسم نوه عنا بأحد اللقاءات اللي أصور من منطقة ذراع دجلة، ذراع دجلة زين، ومنطقة النباعي، النباعي راح يتوجه على طريق أبو غريب. أها. بعد ما كم يدخل العاصمة بغداد يستقر بأبو غريب ومن ثم يصير نقل أكيد. إلى سيارات أكيد 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 يعني من بعد يعني راح يكون أكو ميزان خاص لهذا الموضوع يتقسم الوزن اللي انت تعرف شوارعنا انت تتحمل يعني فد وزن معين. تمام. فاحنا ما نريد يعني هذا المشاريع وهذا كلها التعب وهذا الصرف بعدين هاي اليات الحمل الثقيل تجي تدمر هذا الشارع. احسنتم بارك الله بكم. حالنا حال باقي الدول. اي فعلا وصلنا للرصافه. الرصافه. والاهم شيء هي الرصافه. اللي مظلومه دائما يقولون. لا ان شاء الله ماكو ظلم. العمل نفسه اللي موجود بالكرخ موجود بالرصافه، نفس الوتيره، نفس الاعمال، نفس المواصفات. وإن شاء الله ماكو أي تقصير إذا كان بالكرخ وإذا كان بالرصافة، بالعكس أنا أشوف الآن كمشروع مهم مشروع المدخل الشمالي أيضا بغداد كركوك باشرنا به قبل تقريبا أكثر من شهر من باشرنا به اللي هو بدايتها من قناة الجيش لغاية حدود أمانة بغداد، دي أيضا هي الأقواس اللي هي حدود الأمانة. أيضا سابقا كان الشارع يتراوح عرضه من 10 إلى تقريبا 12 متر، الآن توسعة الشارع وتشجير وإنارة وتخطيط وتأثيث الشارع بالعلامات المرورية الجانبية بالإضافة للعلامات المحمولة إحنا نسميها العلامات المجسرة مع الإنارة أصبح راح يصبح الشارع يعني حسب المواصفات العالمية وأيضا بعرض 16 متر لكل سايد. فقط الدعوات لجميع الدوائر البلدية اللي ضمن قاطع بلدية الرصافة أيضا شملت بحملة 4 ملايين متر مربع حسب كل قاطع دائرة بلدية يعني موزع الدعوات، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المواطن. وأغلب الشوارع مثل ما شاهدتوا عندنا مثل ما تفضلت شارع اللي هو ملعب الحبيبية هذا طبعا أنجز صح والحمد لله والشكر يعني بعد ما صارت المباريات اللي هي خاصة بغرب آسيا والحمد لله وشكر طلعنا بالوجه الأبيض إلى قبلها كان عندنا إنجاز لو ما بلطي ما أخذ الكاس لا إن شاء الله سواد الأبطال المنتخب العراقي قبل أنجزنا تقريبا 50% كان داخل الخدمة اللي هو شارع الفلاح. شارع الفلاح كان سابقا بسايدين، الآن شارع الفلاح بأربعة السايدين الحقيقية بالإضافة إلى نقدر نسميه إحنا خدمي. خدمي. بنفس الوقت يعني أغلبية الشوارع وضعنا لها باركات خاصة لوقوف السيارات حتى يكون الشارع يعني مساره ماشي وليكون سايق السيارة أو سايق الكي يعني يضايق الشارع ويوقف مكان غير مخصص إلى إحنا سوينا تخصصات احنا نسميها بالشارع اللي هي باركات الوقوف حتى يوقف ما ياثر على الشارع وازدحام الشارع. شارع الجادريه انت يكمل هماتي صار توسع به. شارع الجادريه بدايه من جامعه بغداد ولغايه ساحه الحسنين ايضا اعمال توسعه راح يصير الشارع بعرض كل سايد تقريبا حدود ال 12 الى 14 متر الكل سايد. طبعا هناك يعني كنت سالتني سؤال تقول لي شوي العمل بطيء للموضوع يعني اثناء الاعمال التوسعه تعرف بدنا نحفر الشارع لكن احنا التعارضات تواجهنا مثلا كابلات الكهرباء او الاتصالات لكن الاخوه مشكورين هناك تعاون مستمر بهذا الموضوع وان شاء الله نقدر نقول
الوتيرة يعني متواصلة صباحا ظهرا ليلا، العمل متواصل. وكانت عندنا سابقا أعمدة الكهرباء اللي هي صايرة بنهار الشارع، احنا يعني تم التنسيق مع الأخوة في وزارة الكهرباء رفعها وإرجاعها حتى لا تتعرضوا على المشاريع اللي احنا قاعدين ننفذها. هذا اللي هو مشروع شارع الجادرية. أحسنت. وصلت للإنارة وأعمدة الإنارة، يعني دائما نشوف وللأمانة هسه دا أشوف كل جسورة موجودة بدت الإنارة كاملة بيها. نعم. بصراحة تفرح نشوف شارع يعني وسريع تعبر جسر، احتمال أكو سيارة عاطلة ممكن يسوي حوادث. لكن في مناطق أو شوارع رئيسية مثلا شارع القناة بالليل دائما تشوفها بأظلم، وهذا شارع رئيسي، شو معالجاتكم هنا؟ معالجاتنا احنا بالنسبة انه كجهد أمانة بغداد أعمال الصيانة للشارع، يعني مثلا نجيبها من جانب التبليط متابعة مستمرة. طبعا هذا الشارع هو تدري بيه امتداد طويل صح، لكن هو مجزأ على قواطع الدوار البلدية، الجزء هذا اللي ضمن قطعة بلدية شعبانية، الشعب الصدر الأولى الصدر الثانية والغدير بغداد جديدة أيضا لها جزء، باعتبار أيضا أنت تدري مشروع القناة هو أيضا مشروع التشجير يعني طبعا. وهذا مهتم به ومجسرات حاليا ومجسرات مهتم به الدوائر البلدية. هنالك رصد من قبل الدوائر البلدية أنه عندنا هيك حالة معينة، صار حادث، عندنا سياج أمني انضرب، عندنا حفر موجودة بالشارع، عندنا فرق صيانة خاصة تتوجه لهذا الموضوع. بنفس الوقت قضية الكهرباء اللي تفضلت حضرتك بيها، هنالك تنسيق بين أمانة بغداد وبين وزارة الكهرباء تحديد مكان الإنارة. يعني أنت تدري يعني من يصير حادث يعني انضرب هذا العمود راح يسبب لنا خلل بالإنارة، بنفس الوقت راح يتوجهون لإصلاح السياج الواقع وإصلاح العمود المتضرر وإصلاح الإنارة. يعني بس ما نقدر نقول احتمال ب 24 ساعة احتمال ب 48 ساعة، يعني بس هناك أكو تنسيق وعالي التنسيق أنه ما بين جهد أمانة بغداد ووزارة الكهرباء حتى يكون يعني الشارع بالمواصفات، وإن شاء الله يكون عند حسن ظن المواطن بهذا الشيء. وحق المواطن يقول لك أنا شارع أمشي بي وأظلم يعني شوية صعب. إيه صعب. هسه يقولون العالم اللي يشاهدونا قلابها سأفهم وين الكهرباء؟ هي الكهرباء قاعد تروح وتجي. الإنارة لا، الإنارة واحد طاقة شمسية مستثنات. طوارئ مستثنات من القطع. كل الإنارة كل الإنارة عادي أخوي شو يستعجلون باعتبار يعني ما بيها ذاك الحمل العالي. ف صح يعني أقدر أقول لك أغلبها مو كلها مستثنات من الكهرباء. بس تدري يعني أجواءنا واحتمال مثلا يصير فد عطل معين بواير أو بمصباح معين يتم تشخيصها ومعالجتها إن شاء الله. هي مرتبطة كلها ارتباط واحد يعني. نعم نعم. فك الاختناقات المرورية، وأعتقد رئيس الوزراء دائما ما يأكد على فك الاختناقات المرورية. فعلا بغداد ما تنطاق بسبب الزخم عدد السيارات اليومي، خاصة كل دوائرنا محددة في نفس الوقت الدوام وفي نفس الوقت نهاية الخروج. الدوام الرصافة نشوف أكو مجسرات وبالكرخ كذلك. شو دوركم أنتم في أمانة بغداد؟ من ضمن مشروع فك بغداد أجمل أيضا يعني درج مشروع فك الاختناقات المرورية. فأغلب الشوارع اللي تتحمل توسعة وبدون أضرار بالبنى التحتية احنا ما بها كل مجال هذا الشارع يشمل بالتوسعة، وحسب التصاميم المتوفرة عندنا احنا اكو شارع يتحمل توسعة احنا ما هذا يعني رأسا يدخل مشروع فك الاختناقات المرورية طبعا. والشارع اللي ما يتحمل يبقى يعني ينفذ أعمال قشط وإكساء. فأغلب وأحب أسمع يعني أسمع المواطن أغلب الشوارع اللي ضمن حدود العاصمة شملت بأعمال التوسعة اللي هي لأجل فك الاختناقات المرورية اللي هو بتوجيه دولة رئيس الوزراء. فإن شاء الله أقدر أقول يعني كل المشاريع اللي انطلقت بها أمانة بغداد واللي أوعز بها معالي أمين بغداد أغلبها شملت بأعمال التوسعة. إذا كان الشارع بعرض 10 متر والشارع يتحمل أنه يصير 12 يصير 13 إحنا بلشنا به في سبيل أنه حتى نكون أمام المواطن أنه يحس أكو فرق بهذا الموضوع. قضية الجزرات الوسطية، قسم من الجزرات الوسطية
نلقيها مثلا بعرض 4 متر تمام بدون اي فائده. يعني صح موجود الزرع وموجود التشجير اللي بيها، لكن بنفس الوقت اذا مشروع الفك الاختناقات يدعي انه نقلل الجزر الوسطيه، بلشنا ايضا بتقليل الجسرات بس هناك تقليل الجسرات زائدا توسعه الاكتاف. جيد، مناطق تجاوزات استاذ رياض مثلا اصحاب المولدات مسوي فد كشك معين، شلون بتعالجوا قضيه التجاوزات؟ يتم تبليغهم. احنا بالنسبه لنا كدائره فنيه، دائره المشاريع، من نجي نشتغل في قطع معين ضمن قطع اي دائره بلديه، يتم تنسيقنا بيننا وبين الاخوه الدائره البلديه بالاضافه الى القوات الامنيه الماسكه للارض بتبليغ الاخوه اصحاب المولدات. اذا كان المولده تتعارض مع المشروع فقدر الامكان، يعني ما ممكن الغي اني المولده، تتدري في ظل هذا الظرف وظرف الكهرباء، فما ممكن ان هذا الموضوع انه اني الغي المولده، بس احاول القي له مكان ما يعارض اني مشروعي. يعني ما اجي اخليه بنص الشارع. صارت ما ممكن. حالات صارت ادنى، ولكن الحمد لله والشكر يعني اكو تعاون بيننا وبين اصحاب المولدات، وقدرنا نلقي لهم مكانات بديله بحيث انه ما ياثر على مشروعنا. جيد. اكو هسه ذكرتني بالمشاريع، اكو عندكم مشاريع لك شاك وصارت فتره ضجه على اخت دت بعد كشك وتفلش وكذا. تمام. انتم عندكم مش موضوع مشروع؟ يعني الشباب اللي ما عندهم عمل مثلا بالتعاون مع وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه تسوي لهم اكشاك، وانتم كامات بغداد يكون راعي لهم، اكو عندكم مشروع؟ موجود نعم. اها جيد. قبل فتره نوه بي السيد معالي امين بغداد، لكن انت تعرف هذا الموضوع بدراسه بتصاميم بحيث احنا نكون نطلع بنتيجه حلوه وباكشاك حلوه ومحلات حلوه. يعني رجل معالي امين بغداد الاستاذ عمار مهتم جدا بهذا الموضوع. موضوع قضيه الاكشاك، لانه قبل فتره سالوه قال له لو ممكن انه مثلا يعني بعد ما انجزنا المرحله الاولى من مشروع ابو نواس وتنزه ابو نواس، قالوا له هل بالامكان انه نفتح اكشاك؟ قال لهم اني اعدلكم خطه لهذا الموضوع. جيد. فهو الرجل مهتم بهذا الموضوع ويدري انه تدري هذا الشيء اضافه تجميليه لهذا الشيء، فهنالك دراسه بهذا الموضوع، وهذا الموضوع ان شاء الله هو اللي يبادر به وينوح عنا ان شاء الله، بس هو كمشروع موجود للامانه، رجل يعني صرح بهذا الشيء وقال ان شاء الله هذا الموضوع موجود، بس مو اي مكان. انت تعرف على نطاق المتنزهات فقط، لان احنا مو اي مكان نقدر نفتح الاكشاك. أكشاك. ورغم انه اكو اكشاك موجوده في بغداد يتم تقديم طلب خاص الى دائره التصاميم وتحصيل الموافقات الاصوليه بعدم تعارض هذا الكشك في المنطقه المعينه اللي موجوده هنا. خصوص الابنيه مثلا ستتحدث عن ابنيه اللي يريد يبني عماره او يبني بيت او يغير واجهه، وانتم دائما اتوقع اما ماذا اسمع دائما توحدون واجهات العمارات او المحلات، شلون اكو معوقات لعمليه يعني توحيد الواجهات كعمارات كمحلات؟ هذا المشروع انطلقت بامانه بغداد، هو من اجل الذوق العام احنا نسميه. اما ان يكون امانه بغداد تنفذه او نبلغ اصحاب المحلات او العمارات بحيث توحيد الواجهات والتصاميم بالإضافة حتى الإعلانات التجارية وهنالك يعني حقيقة وجدنا لمسة فنية، تعاون المواطن بهذا الموضوع زين، وبادر المواطن بهذا الشيء، ولا زالت الأعمال مستمرة إن شاء الله يعني حسب الشوارع وأهميتها، لأنه إحنا ما نريد يعني تصاميمها تبقى موحدة وأظهارها يعني بمظهر لائق يليق بالعاصمة بغداد. فوجدنا من المواطن تعاون بهذا الموضوع، المواطن هو قام يبادر بهذا الموضوع. ممتاز. توحيد الإعلانات، توحيد الألوان، توحيد طريقة العرض مالتهم بالنسبة للمحلات اللي هم بيها، وإن شاء الله يعني جاي أفضل يا الله. إن شاء الله. مدى تنسيقكم بين الجهد الخدمي الهندسي وأمانة بغداد دارت مشاريع؟
والله تنسيق عالي ما بين جهد أمانة بغداد والجهد الهندسي بكافة الوزارات. يعني صار نشوف هسه أعتقد المخرج يظهر لنا أثناء حديثك عمل إخوان في هيئة الحشد الشعبي وبعض الوزارات يسوون أعمال تبليط وإكساء وكذا. فقط هذا العمل؟ هذا المشروع اللي أطلقه معالي دولة رئيس الوزراء الجهد الهندسي أغلبيته هو بالمناطق الزراعية اللي غير مخدومة. حقيقة يعني هذه مبادرة جدا جدا راقية من دولة رئيس الوزراء بهذا الشيء، باعتبار يعني احنا سابقا يعني من ضمن الأمور الفنية أو قانونا كأمانة بغداد ما تقدر تدخل للمناطق الزراعية، كانت محكومة. عندنا قوانين يعني توقف أعمالنا، تقول لك يا بأني أمانة بغداد ما مسموح لها أن تدخل المناطق الزراعية. الآن بتوجيه دولة الرئيس الوزراء الجهد الهندسي الخاص برئيس الوزراء وبطفرة نوعية يعني، والحمد لله وشكر يعني دخل لهذه المناطق وقدم ما قدمه، ونفس الوقت هنالك تنسيق عالي ما بيننا وبين الجهد الهندسي، باعتبار يعني هو الجهد الهندسي أيضا أكو تنسيق ما بيننا وبين الدائرة البلدية اللي هي ضمن الرقعة الجغرافية. فأكو تنسيق الحمد لله والشكر، بالإضافة قلت لك إلى الأخوة مشكورين مديرية المرور العامة إذا كانوا يعني مرور الكرخ أو مرور الرصافة، إضافة إلى أعمالنا اللي متصلة مثلا بأعمال وزارة الكهرباء أو وزارة الاتصالات. الأخوة جميعا متعاونين بهذا الشيء وحسب توجيه دولة رئيس الوزراء بالاجتماع الأخير. أحسنتم أستاذ رياض. دائما نتحدث كنت أقول خاف أقول هاي المنطقة وتطلع مو من صلاحياتكم. شنو حدود أمانة بغداد عن محافظة بغداد؟ أنت تدري العاصمة لها يعني رونقها الخاص، فحتى لا يكون تداخلات بالأعمال المحافظة لها دورها والعاصمة لها دورها، لكن مو معناها أنه أنت هذا شغلك وأنا هذا شغلي، لا، إحنا أكو تنسيق ما بيننا وبينهم، لكن كل دائرة لها حدود عمل. أنت هذا حدودك وأنا هذا حدودي، أنت تعرف يعني أكو تخصيصات من إحنا نرفع نقول هذه التخصيصات اللي إحنا طالبيها ضمن حدود أمانة بغداد. مثل ما هسه أنت بيتك خلينا يعني نقول إيش قد مساحة بيتك، أنت لا تتعدى مساحة بيتك. تمام. تقدر تتعدى على مساحة جيرانك؟ لا. لا ما ممكن. بس أكو تنسيق ما بينك وما بين الجيران. إحنا نفس الشيء كعمل هنالك تنسيق موجود ما بيننا وما بين الأخوة. فأنا جزء اللي أنا وصلت له أبلغ المحافظة إنه هذا الجزء إحنا اللي قدرنا نوصل المتبقي اللي هو ضمن حدود المحافظة. وهنالك أيضا تنسيق عالي ما بيننا وما بين الأخوة بالمحافظة. جنوب بغداد وين يحدك؟ جنوب بغداد إحنا تدري من تريد تطلع على طريق بغداد بابل حدودنا الأقواس. أقواس. اللي هي بغداد تودعكم كل المواطن يعرف بها كل زيارة. جسر ديالة. حدود. حد الجسر. حد الجسر الديالة. حد جسر الديالة. أعبر جسر الديالة حفريات مع حفريات. محافظة بغداد. بغداد. تجي من الجهة الشمالية. أها. اللي هو منها طريق بغداد كركوك أيضا موجودة. برادجلة. ايضا موجوده الاقواس. لا لا الشمالي، مو احنا عندنا شمال اثنين، طريق بغداد كركوك هذا اللي هسه قلت لك عليه تطلع بيه من جهه القناه باتجاه تقريبا اقدر اقول لك من التاجي. لا 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 هذا احنا بدي احكي لك عليه جهه الرصافه. زين. لا زالت المنطقه الشماليه واسعه، طريق بغداد كركوك وطريق بغداد موصل حدود الاقواس، اللي المنطقه اللي بيها الاقواس اللي بجهة طريق بغداد كركوك يعني تحديدا والله ما حضرت على بالي، كان قلت لك تحديدا المنطقة الفلانية، بس أنا سابقا مريت بيها بعد ما عبرت منطقة تقريبا قريب على الحسينية أو قبل الحسينية. هاي حدودكم؟ إيه تمام. يعني الحسينية من ضمن المحافظة. أبو غريب. أبو غريب إحنا حدود العاصمة مالتنا من جهة طريق أبو غريب لغاية احنا نسميه شلون اقول لك على منطقة البكرية وما بعد البكرية نهاية البكرية تقريبا عندنا فد مساحة اكو فد جسر هم ما يحضرني
هذه حدود العاصمة. منطقة البكرية تقريبا هي نقدر نقول أطراف بغداد ضمن العاصمة. ضمن العاصمة واضح. هي تقريبا هم صايرة بالأطراف. لابد سامع بها أستاذ حازم منطقة البكرية. البكرية بلي. ضمن الحدود العاصمة. أحسن. بعدها تعبر يعني تجيك هالأكو فد مفرق إحنا نسميه هذا الجزء ينفصل عن محافظة بغداد. نجي على طريق بغداد موصل عندنا سايلو التاجي. ها هذه حدودنا. سايلو التاجي هذا حدودنا. واكو جسر احنا نسميه جسر سايلو التاجي. هذا حدود العاصمة بالنسبة لهذا الشمالي الثاني. بغداد موصل وذاك الأول بغداد. عندكم 12 مديرية ولا 16 مديرية بلدية؟ بلدية؟ ايه؟ لا عندنا 18. 18 مديرية. أو 19 هم صار. 19 من ضمن اللي الزوراء. لا بلدية المنطقة الخضراء. ها. اللي استحدثت أخيراً. جميل. الأموال تكفي لإنجاز الأعمال؟ يعني سيتم أقبلتوا على قضية الموازنة وإن شاء الله حسب ما سمعنا من ناطق باسم الحكومة بأنه بعد 10 أيام من الآن سوف تنفذ الموازنة إن شاء الله. يعني الكلف التخمينية اللي وضعتوها كأمانة بغداد وأرسلتوها عبر وزارة التخطيط باتجاه الحكومة والحكومة أرسلتها لمجلس النواب وتم إقرارها وممكن قلت نوعا ما النسبة أثناء التصويت الأخوة في البرلمان. برأيكم هي تكفي لإنجاز كل الأعمال اللي منصوص لها؟ إحنا يعني بداية من إطلاق الموازنة الثلاثية هناك كان اكو تنسيق ما بيننا وما بين وزارة التخطيط انه ارفعوا لنا المشاريع وكلف المشاريع اللي راح تباشرون بها التخمينية. الكلف التخمينية بل عديناها اكملناها اللي هو قلت لك ارجع اقول لك على جانبي الكرخ والرصافة وارسلناها لوزارة التخطيط ومن ثم ارسلت الى وزارة المالية. واقدر اقول ان شاء الله المبلغ اللي طلبناه هو نفس المبلغ اللي منفذ اللي راح ننفذه ان شاء الله ضمن الخطه الاستثماريه. جيد. مشاركم حاليا عندنا مشروع الخطه الاستثماريه راح نباشر به ان شاء الله بعد ما تجي تعليمات الخطه الاستثماريه. تقريبا 59 مشروع. 59 مشروع. أغلبكم هي مشاريع كبيرة ولو متوسطة؟ أكيد الخطة الاستثمارية لأنه إحنا من نحيلها للاستثمارية راح تكون مبالغها ضخمة. فمن ضمن هاي 59 مشروع خمس شوارع على نطاق العاصمة بغداد مستحدثة؟ لا 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 هن الموجودات بس أعمال من ضمنها فك الاختناقات المرورية واللي يتحمل قلت لك التوسعة والنوسعة وأغلبها راح يكون قشط وإكساء وإعادة تأهيل طبعا بهذا الشيء. نعم. محلات سكنية أيضا يعني أقدر أقول لك يعني نسبة كلش عالية دخلت الخطة خلال هذه السنة إن شاء الله. ممتاز. موزعة على جسر على أساس بأنه راح ينبني جسر من بسماية يلتصق بشارع محمد القاسم. أكو عندكم مشروع؟ مشروع الجسور يعني ولو معلوماتي جدا بسيطة بي بس هم أغلبية الجسور تنفذها وزارة الإسكان. وزارة الإسكان. بس هي هذا المشروع يعني هواي أكو جسور موجودة إحنا هسه بالنسبة إنه إحنا راح ننفذ جسور مشاط. جسور مشاط اللي هو من ضمن اختصاصكم. من ضمن اختصاص إحنا يعني تقريبا هسه عندنا ما يقارب يعني اقدر اقول لك اكثر من 30 جسر مشات راح يتنفذ ان شاء الله خلال هذه السنه ان شاء الله. رغم انه يعني كثير من الجسور تنفذت لكن عندنا بالخطه الاستثماريه بهذا الشيء ان شاء الله. طبعا سمعنا على يعني بحيث الناس صارت كم من تطرح لغرض الضحك بصراحه القطار المعلق والكذا بصراحه القطار الفرنسي صارت نعمل خير ان شاء الله. بعدنا يعني بعدكم علي مصرين؟ لا هو الأخوة إن شاء الله في محافظة بغداد هم اللي ها مو أنتم؟ لا محافظة بغداد هي اللي إن شاء الله. لازم نجيب المحافظة. بس أيضا هنالك تنسيق يعني قوي وعالي بنفس الوقت ما بيننا وما بين المحافظة بهذا المشروع إن شاء الله. بعد أدي الأهم من هذا الموضوع يمكن المواطن ما يدري إنه قضية الأضوية المرورية
والعلامات المرورية اللي هي تنفذها أمانة بغداد. مو لكم يعني، مو مديرة المرور وأدا معمل وكذا وتشتغلها، أو وزارة الصناعة؟ لا، قسم خاص بدائرة المشاريع، قسم الأضوية وتأثيث الطرق موجود، وعندنا كادر هندسي دي يشتغل عليه. خلال هذه السنة أنجزنا ما يقارب أكثر من 90 تقاطع. 90 تقاطع؟ نعم، موزع على جانبي الكرخ والرصافة، كل لوحاته وكل تفاصيله، تقاطعات الأضوية المرورية واللوحات التعريفية. هذه التقاطعات الأضوية المرورية يعني يمكن المواطن يقول لك لا والله أنا أشوف ما محتاجيها، بالعكس لا أنا أشوف محتاجيها، لكن إحنا بنفس الوقت عندنا تعاون ما بيننا وما بين الأخوة. أنا علي كجهة تنفيذية أنا أكمل التقاطع، قضية التوقيتات يتحكم بها الأخوة بالمرور، أنه أنا أحتاج هذا الشارع كذا توقيت، بس أن التوقيت أنا اللي أنفذه. بالإضافة إلى تأثيث الشارع بالعلامات المرورية الجانبية، بالإضافة إلى العلامات الكبيرة اللي داخل الشوارع الرئيسية والداخلية، العلامات المجسرة نقدر نقول اللي هي اسمها لوحات الدلالة. أحسنتم أستاذ رياض المطيري. قبل أن أختم، أن فقط رسالة مشاهدينا الكرام أرسلت لنا بخصوص صندوق الإسكان العراقي، خارج الموضوع لكن رسالة يعني ضرورة أن أطرحها، لأن تشمل آلاف من المواطنين اللي قدموا على قروض الإسكان، وهي طامة كبرى طبعا. حسب ما نقل وحسب هاي الرسالة اللي راح أتلوها عليكم من أحد المواطنين إلى دولة رئيس الوزراء، نقول نوجه الرسالة إلى دولة رئيس الوزراء، الظاهر يعني المدراء العامين أو مجلس الإدارة في صندوق الإسكان بإشكالية. خلينا نقول هاي الرسالة، يقول: نحن مجموعة من مستلفي قروض صندوق الإسكان العراقي للسنوات السابقة 2009 2010 2011، تم استلامنا قرضا من الصندوق بمبلغ 20 مليون وبفائدة 6% ولمدة 20 عاما وبقسط شهري قدره 145,400، وبعملية حسابية بسيطة سيدفع المقترض أكثر من 15 مليونا كفائدة للصندوق، علما أن أغلب المقترضين هم الآن من شريحة المتقاعدين، وهذا الآن يتعارض مع البرنامج الحكومي في توفير السكن وفتح القروض بلا فائدة. مع التقدير، أحد المواطنين يوصل رسالة إلى دولة رئيس الوزراء أستاذ محمد شياه السوداني، وأنت بما أنه أنت تقدم شعار إحنا بخدمتكم، فيا ريت تلتفت إلى هاي الشريحة الكبيرة، ناس مقترضين ويطلع عند 15 مليون فائدة على القرض، هذه كارثة. هو ماخذ 20 مليون ويطلع لي 15 مليون، هسه يقول لك مو احنا عدى علم المواطن بانه هاي الفائدة راح تصير هالشكل، لكن هذه الفائدة جائرة، وهذا اعتبره يعني بصراحة سحت. هذا مضطر، هو المواطن مضطر ان ياخذ القرض مو بطرا، لكن ان ترفع سعر الفائدة بهكذا مبلغ فهذا اجحاف في حق المواطنين. وفعلا مثل ما تفضل الكاتب الرسالة يقول اغلبيتنا نحن الى التقاعد، ما عاد يكفي دفع القسط بهكذا تمويل وهكذا مبلغ عالي ب 15 مليون فائدة. فالفائدة ان يتجه رئيس الوزراء باتجاه صندوق الإسكان وكل المصارف لتمنح قروض، ان تقلل على كاهل المواطن هذه المبالغ الكبيرة. هذه رسالة الى دولة رئيس الوزراء. مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة تقبل اتحاد كادر البرنامج، واشكر مرة أخرى الأستاذ رياض المطيري مدير إعلام دائرة المشاريع في أمانة بغداد، شكرا لحضورك. حياك الله. شكرا لك. أشكرك أستاذ حازم. عفوا، بالعكس، شكرا جزيلا لك، شكرا لحضورك أستاذ رياض. مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة تقبلت إعداد كادر البرنامج، وأنا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذنه تعالى يوم السبت القادم في دائرة الجوازات العامة، وحلقة ميدانية إن شاء الله سوف نشاهدها
في تمام الساعة 9 مساء من السبت القادم، في أمان الله.